مسألة. اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر، فإذا فعله الإنسان فقد أثم ويجب عليه التوبة، وتبقى ذمته معمورة بالأيام من رمضان الأول فيقضيها. ولكن هل في قضائها كفارة؟ هل يخرج مع قضائها كفارة؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح نعم يجب عليه الكفارة لفتيا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنهم. وأما إذا أخر قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني بالعذر والمسوغ الشرعي لاستمرار مرضه مثلا، فهنا يجب عليه القضاء متى ما شفاه الله وعافاه من غير إخراج كفارة. الكفارة عوض عن التأخير بلا عذر.